من جديد في التشكيل الاساسي يلعب الكره الاولى في المباراه، يبدل الجهه اليمنى الانطلاقه، التوزيعه خطيره، الكره ضاعت المحاوله. ثم غيثم الصغير يدخل منطقة الجزاء، طيب المزياني شي عمل طيب، يحاول يدخل بموسم لعبية، يحافظ على كرة، طيب المزياني يوزع الكرة، تضرب الدفاع ويأخذها الحارس الإفريقي. هذه كرة لأحمد خليل، أحمد خليل، التصويبة سهلة، تصويبة من طيب المزياني سهلة، ليتدخل توفيق الشريفي لكن تبقى لفريق الاتحاد، خطيرة الكرة، الانطلاقة، فرصة الأول، فرصة الأول لفريق الاتحاد، يتألق ممتاز معز حسن، يتألق قدام تصويبة مهدي الوذرفي، ترجع الكرة هنا في وسط الميدان على انطلاق غيث الصغير، بس يعمل أسرار في أسرار في شي يعمل أسرار في يضيع الفرصة. خليل طيب المزياني، مزياني واحد اثنين مع ايدو، طيب المزياني يتصدى الحارس، والهدف الأول، الهدف الأول، جول ايدو يفتتح النتيجة للنادي الافريقي في 21 دقيقة في هذا الشوط الأول، الهدف الثالث لإيدو مع الافريقي، جول الافريقي، هدف، كرة كانت راجعة من الحارس سيف الدين الشرفي، تصويبة أولى كانت من طيب المزياني، ثم يتصدى الشرفي، تعود أمام مهاجم السيار، لا يمر، هذه كرة، التصويبة كانت من طيب المزياني، يتصدى الحارس سيف الشرفي، تعود قدام ايدو ويسجل ويفتتح النتيجة للنادي الافريقي. الصغير من جديد، غيث الصغير لأمين الحمروني، طيب المزياني يستلم الكرة، يعمل مراوغة، ترجع له الكرة، ضاعت لكن تقطع من جديد، طيب المزياني فرصة الثاني، الثاني، طيب المزياني جول، يفتتح عدد ثاني هدف لطيب المزياني مع النادي الافريقي بعد هدف الملعب التونسي، الهدف الثاني لطيب المزياني، زوز اهداف الافريقي في 25 دقيقة، الشهية مفتوحة لابناء المدرب سعيد السيبي، جول 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 للسيا، هذه الإعادة، كرة مخدومة مليح من الجهة اليسرى، طيب المزياني لكن كرة كانت مخطئة من الدفاع، يستلمها الصرفي يوصلها لطيب المزياني، ما يلقى حتى صعوبة في اركانها للشباك، والهدف الثاني، فرحة كبيرة في مدرجات السيا، اثنين بلاش الافريقي على غرار المباريات الماضية، تابعوا المخالفة قبل ذلك، كرة لمهدي الوذرفي الرأسية يتصدى الحارس، بالأربعة أهداف الدفاع، هذه كرة الانطلاقة من بسام الصرفي خطيرة على دفاع الاتحاد، بسام الصرفي يحط على ساقي اليسار، يحضر لأحمد خليل، تضرب الدفاع وضاعت، محمد أمين الحموني موجود والتصويبة، يتصدى الحارس، هذا الهجوم المعاكس، محمد أمين، محمد علي العمري في مناطق الجزاء، يعمل مراوغة، يوزع الكرة، عمل كل شيء في مناطق الافريقي لكن التوزيعة كانت بعيدة على المهاجمين، لإيدو الانطلاقة خطيرة في مناطق الاتحاد، غيث الصغير لإيدو، يتصدى الحارس، يتصدى، ضاعت الكرة لكن وسام بن يحيى في التصويب، يتدخل الدفاع، أقرب الحباسي يقعد وحده أمام الكرة، الحباسي مخالفة مباشرة والكرة عند الحارس، يستلمها معز حسن والتي لقى الهجوم المعاكس، خطيرة الكرة والمخالفة، ارتكبها إصرار في هذه اللحظة بالضبط، هذا الشوط الأول بتقدم الأفريقي بثنائية نظيفة أمام الاتحاد الرياضي ببنجردان، ثنائية إيدو في 21 دقيقة وطيب المزياني في 24 دقيقة لحظات، ويعطي الحكم أحمد الثويد إشارة انطلاقة هذا الشوط الثاني، وبالفعل انطلاقة الفترة الثانية، يعطي إشارة التنفيذ، الحباسي وممتازة، ممتاز الحارس معز حسن، يهرب من الرواق الايمن، بسام الصرافي يدخل منطقة الجزاء، يحط على ساقي اليسار، يوزع الكرة في اللقطة الأخيرة، أول انذار في المباراة، هذه كرة في القائم الثاني، يخرج معز حسن في مرة أولى، ثم تبقى اتحادية، التوزيع، الكرة تضرب في الدفاع، والكرة تضيع،
أحمد الثوادي يقول هذه أكيد رسالة جماهير الأفريقي في المدرجات. كرة في منطقة السيارة وتدخل من اسكندر العبيدي كما جات. محمد أمين المغربي توصل الكرة للرواق الأيسر غازي عبد الرزاق التسلل. أسرار في فل التنفيذ الرأسية من أحمد خليل محاذي المرمى. طيب المزياني طول الكرة لبسام أسرار في فرصة خطيرة لأسرار في أسرار في الانفراد أسرار في والكرة في الركنية يتصدى الحارس سيف الدين الشرفي للحمدي العبيدي. حمدي العبيدي فرصة خطيرة للأفريقي. حمدي العبيدي التصويبة كانت من رشيد العرفاوي. فرصة أخرى تضيع على خط هجوم الأفريقي من حمدي العبيدي. كرة توصل ليوسف سنانة. سنانة في التوزيع فرصة الهدف والمطالبة بضربة جزاء. مطالبة بضربة جزاء الحكم يعطي الأسبقية اللعب. يقول فماش مخالفة في مناطق الجزاء في انتظار الإعادة. كرة كانت من رشيد العرفاوي. ممتازة كانت المراوغة في بدايتها من حمدي العبيدي. هو بالفعل حمدي العبيدي يوصل كرة على الصورة رشيد العرفاوي. مطالبة بضربة جزاء دخلنا في الدقيقة الأولى من الوقت البديل. هذه الإعادة يوسف سنانة في التحضير والكرة الكونتاكت يخلط عليها حمدي العبيدي يدخل منطقة الجزاء. حمدي العبيدي الكرة في الشباك الجانبية. هذه اللحظة يعلن الحكم أحمد الثوادي عن نهاية المباراة وفوز الأفريقي أمام الاتحاد الرياضي ببنغردان. هدف الأول لكينغ سيديو في 21 دقيقة وطيب المزياني في 24 دقيقة. انتصار خليل الأفريقي ينفرد بال